ننتقل بعد ذلك إخواني الكرام إلى المقام الثالث من المرابطة، وهو مقام المحاسبة، محاسبة النفس بعد العمل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا إشارة للمحاسبة على ما مضى من الأعمال. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فقال الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه، يحاسبها لله عز وجل، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا الأمر من غير محاسب. كيف تكون المحاسبة بعد العمل؟ الإنسان ينظر أن رأس ماله في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفرائض، النوافل والفضائل، وخسارته يكون في المعاصي، وموسم هذه التجارة النهار، ويكون يحاسب نفسه بداية على الفرائض، فينظر إذا أداها على وجهها شكر الله عز وجل، ورغب نفسه في الالتزام أكثر فأكثر، وإن فوتها طالب نفسه بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها بالجبران بكثرة النوافل، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبة نفسه وتعذيبها ومعاتبتها لتتوب وتقلع عن الذنب. وأيضا يحاسب خواطره وأفكاره ونظراته وكلماته وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتى سكوته، أنه سكت، هل سكت فكرا يتفكر في آيات الله عز وجل، أو يتفكر في نفسه، أم فقط لهوا. وينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة. إذن هذا هو المقام الثالث، وهو مقام محاسبة النفس. المقام الرابع من المرابطة يسمى مقام معاقبة النفس على تقصيرها. إذن معاقبة النفس إذا قصرت بأن اقترفت معصية أو قصرت في حق الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه بل يعاقبها. فإذا أكل لقمة من حرام عاقب نفسه بالجوع وإعادة الحق إلى أصحابه، وإذا نظر إلى غير محرم يعاقب نفسه بمنع النظر، ويعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه من شهواته. وهكذا كانت طريق أو عادة سالك الآخرة. يقول الغزالي: والعجب أن تعاقب أهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر، وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم لخرج أمرهم عن اختيارك وبغوا عليك، ثم تهمل نفسك وهي أعظم عدو لك، وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلك. ثم ينتقل الغزالي للحديث عن المقام الخامس من مقامات المرابطة، وهو مقام المجاهدة. إذا حاسب الإنسان نفسه ورآها قد قارفت معصية، فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات التي ذكرناها، وإن رآها تتوانى بحكم الكسل فينبغي أن يؤدبها بالقيام بالأذكار والأوراد، ويفرض عليها فرضا بعض وظائف العبادات. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاقب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها 100,000 درهم. طبعا لا نقول تقوم بذلك، ولكن أمثلة من السلف رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة، صلى الليلة كاملة، وأخر ليلة صلاة المغرب فأعتق بسبب ذلك رقبتين. فقال: فإن قلت إن كانت نفسي لا تطاوعني على المجاهدة، فما سبيل معالجتها؟ فيقول: سبيلك في ذلك أن تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين، ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة، فتلاحظ أقواله وتقتدي به، أن يكون لك صديق، هذا الصديق صاحب همة في الطاعة فتلزمه وتصاحبه. في ذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله في الهواجر،
والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الطعام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر.